أنتم تتابعون الآن بودكاست أبوقراط، نعمل على نشر الوعي الصحي وتقديم معلومات طبية دقيقة وموثوقة بأسلوب سهل الفهم وممتع عبر استضافة نخبة من الأطباء. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. استماع موفق. النهاردة موضوعنا عن تصحيح الأبصار، ويمكن كتير مننا ما بيفاجئ بأنه بصر أو نظره اتغير. كان الأول يقولك أنا نظري 6/6، لا ده اتكحول قوي. السنة اللي فاتت كنت بشكل، النهاردة بقيت بشكل. أنا بستخدم موبايل كتير، أنا بستخدم التاب كتير، قدام الشاشة على طول، تلفزيون واخد نظري. حاجات كتيرة جدا جدا بتساهم وتساعد على أخذ النظر وتقليل قوته وضعفه، ويبقى محتاجين تصحيح للإبصار، سواء كان ده من البداية أو كان بفعل مؤثرات خارجية. عاوزين نعرف يعني ايه تصحيح الابصار، ويعني ايه طول نظر وقصر نظر، وايه هي المشاكل المختلفه، وازاي نخش في علاجات زي الليزج وزي الفيمتو ليزج وزي السمايل ليزج، وزي حاجات كثيره جدا ما بنعرفش عنها كتير الا لما بيقول لنا الدكتور ده انت حبيبي هيحصل لك عمليه او هتعمل كذا او هتخش في كذا. من هنا بنبقى خايفين. عشان ما نخافش وعلشان ما نفاجئش، لازم نعرف نظرنا بيروح فين وجاي منين، ومفروض احنا كمان نعمل معاه ايه، نحافظ عليه ازاي علشان نقيه من كثير من المشكلات اللي ممكن يعني تبعد عننا ان شاء الله. بيسعدنا ان يكون معنا اليوم الدكتور محمد المعصراوي، استشاري طب وجراحة العيون. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا دكتور، منورنا يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اخبار عينين حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. طبيب العيون دايما بيهتم بعيوننا دكتور. يعني يعني طيب خلينا نتكلم بصراحه، يعني ايه تصحيح الابصار، ويعني ايه انا محتاج اصحح الابصار. لو انا ما صححتوش ممكن يبقى في مشاكل وتتفاقم المشكله، وايه هو تصحيح الابصار على وجه التحديد؟ بص، احنا دلوقتي لاي شخص يعني ممكن يكون نظره يا اما سليم يا اما يكون عنده قصر نظر او عنده طول نظر او عنده استجماتيزم. لازم طبعا لو كان عنده طول او قصر نظر او استجماتيزم لازم يتصلح. اول حاجه ممكن يعمل نظاره. تاني حاجه لو مش هيلبس نظاره في العدسات اللاصقه. لو مش عايز يلبس العدسات اللاصقه في تصحيح الابصار اللي هو الليزك بقى، في تصحيح الابصار اللي كذا حاجه. يعني عندك من استخدام الليزر اللي هو سواء ليزك او فيمتو ليزك او فيمتو سمايل، او يستخدم لو ما ينفعش مع الليزك في زرع عدسات. كل دي الطرق. زرع عدسات دي معناها انها ميه بيضاء؟ لا، غير المايه البيض، في زرع عدسات لتصحيح الابصار. يعني انسان عدسته كويسه ما فيهوش اي حاجه ويستخدم، بس ما ينفعش يتعمل له ليزك لان القرنيه بتاعته مش مؤهله انها تعمل لها ليزك. فبنضطر نتحايل يعني بنزرع عدسات عشان تصلح النظر. مش مؤهله القرنيه ليه يا دكتور؟ ضعيفه، خفيفه، ثقيله؟ هي ليه مقاييس معينه بالنسبه للليزك، في مقاييس معينه للقرنيه لازم تكون سليمة علشان نقدر نعمل الليزك. لو ما كانتش سليمة المقاييس دي هتأثر على القرنية. سليمة من الولادة ولا يعني مش سليمة بفعل طبيعة، بفعل السن، بفعل حاجة تانية؟ ممكن بفعل السن وممكن حاجة كونجينيتال، يعني حاجة وراثية. إصابات مثلا أو ساعات إصابات وراثية، ممكن وراثية، ممكن إصابات طب وساعات فيروسات أو ممكن فيروسات تأثر على القرنية. تمام. طب خلينا نتكلم على أولا تصحيح الابصار. الاول هنفترض ان في عيان جاي لحضرتك، هنبدا نعمل عليه الفحص. ايه الفحوص اللي بتاكد ان هو عنده طول او قصر، وايه اسباب الطول والقصر علشان نبقى عارفين في البدايه؟ اول حاجه لازم اللي هيعمل ليزك ده في الاول خالص لازم يكون 18 سنه او فوق من اولها. مش قبل 18، الا في حالات نادره نضطر نعمل عمليات تصحيح الابصار لناس اصغر من 18 سنه او اطفال او كده، يكون عندهم الفرق ما بين العينين الاثنين مختلف، يعني ما يقدرش يلبس نظار. طب ليه يا دكتور التاريخ ده؟ يعني 18 سنه ايه اللي بيحصل فيه قبل ايه وبعده ايه؟ لا، ما هو بتكون القرنيه بتاعته لسه ما اكتملتش. وبعدين الحاجه الثانيه ان هو ما يكونش ثبت عنده النظر. في احيانا كمان احنا ما نقدرش نعمل الليزك لبعض الاشخاص الا بعد 21، اللي هو نظرهم بيبقى مختلف. يعني كل سنة بيقل مثلا شوية مقاسات كتيرة،
فلازم نستنى لغايه ما نظره يبقى يستقر، والا هيضطر بعد كده بعد ما يعمل الليزك هيقل نظره تاني. طب هو فعلا نظرنا متغير يا دكتور؟ مره زياده ومره نقص ومره كويس ومره اقل؟ لا، هو النظر يا اما يقل يا اما بيبقى ثابت. لكن ما يزيدش، يعني ما يزيدش فعلا الاكل، يزيد بس في طبيعه اكل، طبيعه حياه، يعني مع الفيتامينات بس مش هيزيد قوي يعني. لكن مع الاطفال هو الوحيد اللي ممكن يزيد، لو الاطفال اتولدوا بطول نظر ولبسوا النضاره ممكن نظرهم يتحسن. يعني لما الام تقول لاولادها كلوا جزر، ده الجزر بيقوي النظر، ده يبقى فعلا هو بيحافظ، بيكمل مكتملات العين وبيحافظ على العين. يعني ليه فايده. ليه فايده. طب معانا تليفون، معانا الاستاذه سلوى. الو مروه، استاذه مروه اهلا وسهلا بيكي. اي اتفضل. الو معلوم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. لو سمحت اقول لها على الارض. طيب ضعف الشبكات. هو عنده صغير، عنده بس ابعدي شويه عن التليفون او في او التلفزيون حضرتك، يعني ابعدي عن التلفزيون او وطي التلفزيون. هو ليه علاج يعني ضعف الشبكيه، هو عمره 12 سنه. 12 سنه وعنده ضعف شبكيه، ضعف كل شويه الشبكيه بيحصل لها قطع في الشبكيه. الف سلامة عليه. ده ابن حضرتك؟ لا ده ابني اختي. ابن اختك، الف سلام عليه. عاوزه تعرفي يعني ايه ضعف شبكيه؟ لا عاوز اعرف لها علاج بعد كده، يعني مثلا زرع عدسه قرنيه. طب دكتور في اسئله ليا؟ هو ايه اللي ضعف الشبكيه اللي عنده، اللي عنده ايه؟ هو كل شويه بيحصل له قطع في الشبكيه. يعني ايه قطع في الشبكيه؟ يعني بيحصل مثلا ثقوب في الشبكيه فبيعمل ليزر او اي حاجه؟ بيعمل عمليه بيرجع يعمل ايه زي يعني انت عملت له يعني حصل انفصال شبكي؟ ايوه حصل انفصال شبكي يعني. بيحصل على طول، بتحصل على طول يعني. لنفس الشخص؟ لا لا لا، بعد كام شهر، ممكن بعد سنه. نفس الشخص؟ لا مش في نفس الشهر. يعني ممكن بعد كام شهر، بعد 6 شهور، ممكن بعد سنه. هو الدكاتره بتقول بسبب مثلا الضغط في المذاكره، بسبب اللعب كتير. يعني هو الطفل، هو الطفل هو واحد مش حد تاني. هو عمل عمليات شبكية؟ نفس الشخص الطبيعي. حط زيت السيليكون فيها ولا ما حطش؟ لا مش عارفة والله. ماشي. ألف سلامة عليكي، هنجاوب عليكي وتابعينا من خلال الشاشة، شكرا ليكي. هو طبعا الأطفال لو عندهم أو كبار يعني لو عندهم قصر نظر شديد بتبقى العين معرضة إنها يحصل فيها ثقوب في الشبكية. فلو حصل ثقوب في الشبكيه دي ممكن لو اتلحقت بدري واتعملت بالليزر، بس ده ليزر على الشبكيه مش ليزر تصحيح الابصار. يعني الطول مختلف عن القصر، والقصر بيبقى اخطر. القصر لو القصر شديد. طب ايه سبب الثقوب في ايه سبب؟ تبقى العين كبيره وبيبقى الشبكيه بتاعته مش متماسكه كويس. فممكن يحصل منها مع اي نرفزه، مع اي ده الاطفال في الاطفال والكبار. نرفزة يعني شدة أعصاب أو حتى لعب قوة أو كده لو عنده. ده بيبقى سببه ضغط في الدم. ضغط الجسم الداخلي بيبقى زايد عنده. لما بيزيد بيحصل ثقوب، لو اتلحق في الأول بيعمل له ليزر وكده. لو فصلت الشبكية لازم يعمل عملية شبكية. عمليات الشبكية طبعا بيرجع الشبكية، الدكتور بيدخل يعمل عملية ويرجع الشبكية في مكانها، وبعد كده بيحتاج طبعا طالما فصلت بيحتاج يحط لها يا اما غاز يا اما يحط لها زيت اسمه زيت السيليكون. ده حسب حاله الشبكيه وحسب ما تراءى للطبيب. وده بيبقى يعني ده لازم يكون استشاري شبكي. وده ممكن نظره يثبت لغايه ما شاء الله من عمره؟ لو اتلحق في الاول بترجع عمليات شبكيه. دلوقتي عمليات متطوره وعندنا في مصر العمليات دي بتقام بشكل كويس. طب يتلحق ازاي يا دكتور عشان الامهات بيتابعونا دلوقتي؟ يعني هو هنعرف ازاي انه عنده ثقب في هل في اعراض بتبان عليه؟ هل رؤيته اختلفت بحيث ان احنا نجري ونلحق حكايه الثقوب؟ هو اول حاجه لازم نبقى عارفين ان الطفل لما يتابع في الاول هو طبعا هيقول للام ان انا مش حاسس في الاول خالص، ان هو حاسس ان هو ما بيشوفش كويس، مش عارف ايه في المذاكره مثلا، ما بيقراش كويس، بينقم على السبوره غلط. فده تعرف ان هو لازم تكشف عليه. ده ممكن يكون ضعف نظر عادي ومحتاج نظاره عاديه خالص، ما فيش مشاكل. تمام. بعد كده كشف قاع عين يا دكتور صح؟ طبعا لازم يكشف قاع عين، ده اللي هيبين. لكن لما يحس مثلا انسان حتى سواء عمل نظاره او ما عملش نظاره وبيحس ان هو مثلا يقول لها مثلا بيحس زي طيره بتتحرك حوالين عيني زي ذبابه الطايره دي، يحس ان في غمامه في عينيه قدام عينيه، يحس ان الرؤيه قلت،
رغم ان هو عامل نظاره وكان شايف بيها كويس، ده لازم هيكشف برضو عن الرؤيه. قلت فيه بقى ضبابيه غمقان، مستوى الرؤيه قل سواء حصل فيها ضبابيه او لا. لازم يكشف، وبنكشف قاع عين ونشوف لو الشبكيه كويسه وتمام خلاص ممكن يكون عايز يغير نظاره وخلاص، لكن لو الشبكيه فيها حاجه حسب حاله الشبكيه. في ناس كتير جدا بيتعرضوا لحكايه الذبابه دي، تيجي من نرفزه شويه او تيجي فصل تلاقي حاجه بتطير كده كانها ذبابه. بس هي الذبابه دي لها اسباب كتير، حتى من اول الجفاف لغايه حاجه في الشبكيه، يعني ممكن يكون جفاف، ممكن يكون ميه بيضه، ممكن يكون حاجه عقاره في الجسم الزجاجي، ممكن يكون قطع في الشبكيه صغير، وممكن يكون انفصال شبكي. فالذبابه الطايره دي اخلهم ايه يا دكتور؟ الجفاف. وده ناس كتيره جدا عرضه ليها. طبعا عرضه ليها بسبب الجفاف، درجه الحراره ولا لانه ما بيشربش ميه كتير ولا ايه بالظبط اللي بيؤدي الى الجفاف؟ هو شرب الميه كتير بيقلل من نسبه الجفاف تمام في الجسم. لكن كمان استخدام الشاشات والموبايلات طبعا دي بتساعد على ان يحصل جفاف للانسان. ليه يا دكتور؟ عشان العين مفتحه على طول، اضاءة العين والشاشه نفسها بتسحب العين، يعني بتخلي العين مفتوحه على طول، وبتخلي الشخص قدام الشاشه مبصر ما بيغمضش عينيه. يعني المفروض احنا نغمض عينينا كل مثلا كام ثانيه كده، نغمض عينينا كده. تغميضه العين دي بترطب العين وبترطب القرنيه. ناس على طول شغاله على الكمبيوترات في الشركات وكده، المفروض تعمل شاشه على الشاشه تعمل حاجه، بس حتى والله طبقه الحمايه اللي بتتعمل على الشاشه ما بتمنعش. هو لازم يستخدم اطارات ملطفه طالما بيقعد قدام الشاشه، او يستخدم نظاره للشاشه. تمام. عفوا، خلينا نتكلم على تصحيح الابصار. ايه هو تصحيح الابصار وزي من الجال يا دكتور؟ احنا تصحيح الابصار دي طرق لتصحيح الابصار لتحسين النظر. يعني انسان نظره ضعيف قال لنا طرق معينه بنحتاجها علشان نصحح نظر الانسان. عندنا طرق تصحيح النظر دي من النضاره في الاول، ممكن نستخدم العدسات اللاصقه، ممكن نستخدم طرق تصحيح الابصار اللي هي العمليات الجراحيه اللي هي من عند الليزك لغايه عندنا زرع العدسات. والليزك ليه انواع، يعني في ليزك كونفنشنال ليزك، ده اللي هو الليزك العادي لطول النظر او القصر النظر، وفي حالات الاستجماتيزم القليله. لكن لما يكون في نسبه الاستجماتيزم اعلى نستخدم حاجه اسمها كاستم ليزك، دي الاستخدام في حالات الاستجماتيزم لما تكون درجه الاستجماتيزم عاليه. وفي عندنا فيمتو ليزك وفيمتو سمايل. الفيمتو ليزك ده بنستخدم جهازين للليزك، جهاز لقطع القرنيه وجهاز ثاني لتصحيح البصر. تمام. والفيمتو سمايل بيستخدم جهاز بس بطريقه اخرى لتصحيح النظر. الفيمتو سمايل لو وقفنا عنده يا فندم، ما هو هذا المسمى على وجه التحديد؟ وهل هو بيشيل جزء من القرنيه ولا بيشيل ايه بالظبط؟ هي تقنيه جديده بالليزك، تبقى فتحه صغيره وبيضطر يعمل الليزك تصحيح الليزك بتاعه. وبعد كده تصحيح الليزك عباره عن فصل جزء من القرنيه ضعيف اللي هو فيه المشكله بتاعه الابصار، وسحبها بآله صغيره. تمام. طيب دكتور، حساسيه العين مشكله بتواجه عدد كبير جدا مننا، ويمكن احنا معانا شويه بعض الصور هنستشهد بيها. يعني ايه حساسيه عين وكيف تبدا هذه الحساسيه؟ احنا عندنا حساسيه العين دي بتيجي لها، في حساسيه العين ناتجه عن مواسم، حساسيه موسميه، ممكن حساسيه العين ناتجه عن حاجه كونتاكت، يعني زي مثلا لبس العدسات اللاصقه، زي التعرض للغبار، تعرض للدخان. وفي عندنا كمان الحساسيه حساسيه العين اللي هي الربيعيه. وفي حاجات مشابهه لحساسيه العين. يعني هنا الحساسيه بين هنا هو شايفين شعيرات دمويه. هنا الشعيرات الدمويه دي الطبقه دي اللي فيها الشعيرات الدمويه دي طبقه اسمها ملتحمه. ده غشاء رقيق محيط حوالين العين، حوالين العين نفسها وحوالين الجفن من جوه. فديت فيها اوعيه دمويه، لما بيحصل حساسيه في العين او غبار دخل في العين او دخان دخل في العين بيهيج العين، بيخلي الجسم يفرز ماده الهستامين، وديت اللي بتحاول العين انها بتحس ان كان في ميكروب فبتهاجم فهي بتهاجم. يعني دي ظاهره صحيه للعين.
يعني هي ظاهره صحيه أيوة لكنها لازم تتعالج. لازم تتعالج. يعني نسيب نشوف بقى السبب ايه. يا اما نعمل وقايه نبتعد لو احنا في مكان مثلا في دخان في كذا نحاول نبتعد قدر الامكان عن الدخان والغبار. مش بسبب السهر مثلا يا دكتور ولا حاجه ممكن يبقى عدم الراحه للعين. عدم الراحه للعين ده من احد الاسباب. دي صوره تانية. دي صوره تانية برضو توضح برضو ان في حساسيه للعين. دي الطبقة اللي احنا رافعين نازلين بيها الجفن من تحت دي. دي الطبقة اللي جوه دي. ده بقية حاجة اسمها كونجكتيفا دي اللي هي ملتحمة العين. دي بتاخد من عند الجفن من هنا وتحيط حوالين العين. فدي الطبقة اللي بيحصل فيها الحساسية بتاعة العين. يعني كان دي أول جزء جاهز. دي في حالة صعبة بقى اللي هي زي حاجة اسمها فيرنر كراتاتيك كونجكتيفايتس دي أو جاين بابيلي كونجكتيفايتس. دي اللي هي في حالات شديده او الحساسيه بتاعه العين. ده الجفن من جوه المفروض يكون جفن قلب. دي مش العين عشان الناس تبقى واخده بالها. ده الجفن من جوه مقلوب. العين تحت اهي باينه. العين تحت. الجفن ده الحته دي المفروض الجفن ده يبقى املس ناعم. طب ده سببه ايه؟ ميكروبيا دكتور ولا سبب لا إيه؟ ده من الحساسيه نفسها اللي هي بتبقى الجانب الربيعي بتاع حبوب اللقاح وكده. حساسيه ما تعالجتش. ما تعالجتش. فتؤدي الى كده. وده حاجه ثانيه. ده صورة تانية لمرض مشابه يعني للحساسية اللي هي التراكوما. التراكوما ده ناتج عن ميكروب وبيجي يسيب فيه زي الحبوب جوه الجفن. طبعا في الحالات اللي زي دي لازم الحبوب دي تتشال. يعني مهما ادينا علاج هيبقى علاج مؤقت وبعد كده ترجع. ده كل ده احنا قلبين الجفن عشان نشوف كل العين هي تحت. ده ناتج برضه عن التراكوما. تمام. لا يعني احنا طبعا في الفصل الصيف والربيع بنبقى عرضه للاصابات مع مع الجفاف. فصول الجفاف. مع درجه الحراره كتيره. انا قاعد في الشمس ربيع. كتير لازم البس نظاره عشان اقلل درجه الحراره. واهم حاجه لو احنا معرضين للغبار والحاجات دي لازم نستخدم قطرات ملطفه كتير. طبعا جفاف العين برضو احد اسباب انه بيساعد العين اللي يحصل فيها حساسيه. فلازم يحصل ترطيب للعين. حتى كل العلاجات مثلا بتاعت الدكاتره اللي هم بيعالجوا الحساسيه لازم يعالج معاهم يدي قطرات مرطبه. ولا مياه يعني مقطره يا دكتور استخداماتها يعني؟ لا هي القطرات المرطبه. هي القطرات المرطبه دي لانها معقمه ممكن نستخدم معاها دي في حالات الحساسيه دي نستخدم نعمل كمادات ميه بارد. دي بتساعد قوي. بالسخنه؟ لا السخنه دي لما يكون في التهاب في العين. ما هو ده التهاب برضك يا دكتور؟ لا دي حساسيه. دي حساسيه. التهاب اللي بيبقى فيها افرازات. عماص كده. لكن اي افراز مائي اللي هو الدموع دي حساسيه. طب والعماص ده يعني ايه يا دكتور؟ يعني في التهاب بكتيري فيروسي حاجه زي كده ولا ايه بالظبط؟ لا الفيروس مش لازم يجي بعماص. ممكن يجي لكن البكتيري يجي بعماص. البكتيري لازم يجي بعماص. وده بيبقى محتاج فعلا علاج. لازم علاج كلهم. حتى الحساسيه دي محتاجه علاج. تمام. يا دكتور محمد دايما بنقول عمليات الليزك بتبقى عمليات ليها يعني بروتوكول معين او ليها طريقه معينه. ازاي بنحضر المريض لاجراء عمليه الليزك وايه هي اهم ايجابيات وسلبيات مثل هذه النوعيه من العمليات؟ اول حاجه ان احنا العيان طبعا لازم يروح للدكتور العيون يكشف عليه كشف مبدئي ويعمل له مقاس لكشف النضاره. ده في الاول في العياده. ويكشف على قاع العين ويكشف على العين بالكامل. بيعملوا كشف النظاره عشان نعرف تصحيح النظر هنعمله ازاي. ايوه هيشوف نظره بعد الليزك هيبقى قد ايه. تمام. لان يعني في ناس بيبقى عندها كسل في العين اللي هو الامبليوبيا. ده طبعا ممكن ما يتحسنش 6-6. فالعيان بيفتكر ان هو ايه هيعمل العمليه هيتحسن 6-6 زي يعني حتى لو النظاره ما بتحسنش 6-6. وده مش صحيح. هو اللي بيصلحه الليزك هو اللي بيعمله عمل النضاره. يعني النضاره ما بتعمل الليزك ما بيعملش ازيد من النضاره بتعمله. بس الفرق ان ده لابس نضاره وده مش لابس نضاره. الليزك يعني ايه وايه اللي بيعمله في العين على وجه التحديد؟ الليزك نفسه احنا له طرق كتير. بنرفع جزء من القرنيه وبنسلط اشعه الليزر على تصحيح الاجزاء. في بيبقى في مرتفعات وانخفاضات للقرنيه. دي اللي بتسبب عدم سقوط أشعة الضوء على القرنية وانتظامها لسقوطها على الشبكية عشان العيان يشوف كويس. دي ما تعتبرش فيها خطورة على القرنية يا دكتور باستخدام الليزر؟ لا ما احنا بنجري بعد الكشف المبدئي ده بنعمل حاجة اسمها تصوير للقرنية.
بحاجه اسمها الكاميرا الخماسيه، ودي اسمها البنتكاين. دي اشعه بتتعمل يوم العمليه او ممكن تتعمل قبل العمليه بيوم او يومين، لكن مش بمد يعني، لما تتعملش مثلا قبلها بشهرين او ثلاثه، لان ممكن يحصل تغيرات، ممكن يحصل تغيرات. فبنضطر نعمل البنتكام ده. لو البنتكام ده ليه مقاسات معينه وفي طرق، هم حوالي كم خريطه كده للقرنيه بنشوف بها القرنيه، مقاسات القرنيه، بنشوف سمك القرنيه، بنشوف انكسار القرنيه نفسه اخباره ايه، في انكسارات معينه المفروض ما نجريش فيها عمليه الليزك، وفي سمك معين ما نقدرش نجري فيه الليزك، ونشوف حالة القرنية أخبارها إيه وميكانيكية القرنية نفسها. لو لقينا القرنية سليمة تقدر تجري أي نوع من أنواع الليزك. مين اللي بيقول بقى في الحالة زي دي يا دكتور؟ هل هو الدكتور، الدكتور اللي هو بيجري العملية، ولا الدكتور اللي بيحضر العملية أو بيشوف مقومات؟ الدكتور اللي هيجري العملية هو اللي هو لازم يشوف قبل ما يعمل الحاجات دي، لازم يشوف الحاجات دي كلها. لازم هو يكشف على العيان بنفسه، ولازم هو يشوف الأشعة بنفسه ويتأكد من المقاسات الموجودة، لأن المقاسات النضارة دي تتحط على الجهاز بتاع الليزي، لأن ده الجزء اللي احنا هنصلح فيه. يعني واحد مثلا ماينس خمسة وفي واحد ماينس اتنين، تمام، فالماينس خمسة مش هتصلح زي الماينس اتنين، تمام. فلازم يتأكد من المقاسات موجودة على الجهاز مظبوطة والجهاز شغال كويس، بيتعمل له تيست قبلها، وبعد كده بعد ما يتاكد من الاشعه وكل حاجه بيجري العمليه. طبعا العمليه كلها ما بتاخدش 10 ثواني، لكن الفروق والتحضير هي دي عمر الحاجه نفسها. ايوه، هو الليزك المسؤول عنه في العمليه. عشان نجاح العمليه نحصل على نجاح العمليه لازم نكون تجهيز العمليه سليم، وده بقى هيتفق مع الدكتور، ولازم نختار الدكتور بشكل معين عشان يبقى هو مجال الثقه الكامله في الموضوع. طيب معانا تليفون دكتور بعد اذن جنابك. معانا الاستاذه زينب. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. فاز عليكم السلام. معلش ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي حضرتك. حضرتك انا عندي قصر شبكه موجوده بيها كده. معاك يا فندم؟ عندي قصر شبكه. قصر إيه؟ شبكه، تمام. قصر شبكه، تمام تمام. الدكتور قال لي ان شبكه العين كويسه، بس عندي قصر فخايفه من العمليه. قصر نظر يعني؟ قصر نظر. طب بتلبسي نظاره؟ بلبس نظاره بس شكلها مش كويس، مش حباها. سنك ايه؟ انا عندي كام سنه؟ ستة وعشرين. 26 تمام. يا فندم. فهو معظم الناس مقلقاني من العمليه. طيب انت عملت لما عملت المقاسات بتاعتك بتاعت النضاره اللي انت بتلبسيها دي، الدكتور قال لك ينفع لك الليزك يعني، ولا قال لك المقاسات كبيره ما تنفعش؟ لا، هو قال لي تمشي على النضاره عادي، بس لازم محتاجه عمليه. يعني هتعملي نضاره لكن لازم تعملي عمليه، مش هتعملي ليزك بقى عليا. تمام. انا بلبس لمسه نظر مكان النضاره. ايوه ماشي، يعني قال لك المقاسات بتاعتك دي ينفع نعمل لها ليزك ولا لا؟ لان في مقاسات ما ينفعش نعمل لها ليزك، بتبقى مقاسات كبيره. هو قال لي ينفع، بس لازم حضرتك اجيب العدسات من بره، مش موجوده في المستشفى. تجيبيها من بره؟ مش قال لك هيزرع عدسات بقى. زرع. يبقى مقاساتك كبيره ما ينفعش لها ليزك. فقال لي لا، لازم زرع ولازم تجيبيها من الشركه نفسها طبعا العدسات. ايوه ماشي، ما هي المقاسات الكبيره دي ما ينفعش نعمل فيها ليزك، لان الليزك سمك القرنيه بتاعك مش هيسمح ان احنا نعمل الليزك بالمقاسات الكبيره دي، فبنضطر ان احنا نزرع عدسات عشان نصلح النظر. طالما انت مش عايزه تلبسي النظاره، او النظاره شكلها كبير او سمكها شكلها كبير ومش كويس. ايوه، بس بتعملي العمليه بتاعت زرع العدسات دي وبتصلح النظر وبتبقى كويسه. يعني ما فيهاش اي مشكله. طيب يعني حضرتك السؤال انك خايفه وقلقانه من العمليه ولا ايه بالظبط؟ ناس كتير قوي مقلقاني منها، ان هي بتقول بعد كده بتفشل وما بتنجحش. طيب هنجاوب على حضرتك. هنجاوب على حضرتك والف سلام عليكي، وان شاء الله تبقى في نجاح. شكرا لحضرتك. دكتور، يعني قصر النظر وقصر الشبكيه ولجؤنا الى العمليه، وحضرتك قلت يمكن كانت محتاجة حاجة معينة عشان تقدر نعملها، هل بتمثل العملية بحد ذاتها خطورة؟ وهل فيها ريسكات على النظر؟
بالنسبة للزرع العدسات برضو لازم ليها تجهيزات. تجهيزات برضو في إشاعات وفي مقاييس معينة بنعملها عشان ناخد العدسة المناسبة لنا. هي تبقى ورا القرنية ولا أمام القرنية دكتور؟ لا العدسات. في عندنا عدسات كل العدسات داخل العين، زرع العدسات داخل العين ورا القرنية. لأن قدام العين دي قدام القرنية دي اللي هي كونتاكت لينس اللي هي العدسات اللاصقة دي اللي احنا بنشيلها وبنحطها. لكن العدسات اللي زرع العدسات اللي هي داخل العين دي ما بنشيلهاش بقى خلاص. تزرع جوه العين ما بنشيلهاش الا اذا حصل مشاكل للعين مثلا منها او حصل مشاكل مثلا اتخبط فيها كذا اتحركت من مكانها كده. لكن طول ما الدنيا ثابته وما فيش حاجه ما بيحصلش مشاكل. تمام. في عندنا انواع نوعين من العدسات اللي هي الزرع بتاعت تصحيح الابصار. تمام. يعني بنزرع عدسات على القزحيه اللي هي بنسميها عدسات ارتيزان. دي بتبقى عدسات في منها صلبه وفي منها رخوه، بس اللي موجود دلوقتي الصلبه. دي بتيجي العدسه بتيجي زي مشبك كده. الرخوه احسن يا دكتور؟ بس مش موجوده دلوقتي الرخوه، الارتيزان دي الرخوه مش موجوده دلوقتي. عشان تدخل بتدخل من فتحه صغيره ما بيبقاش فيها غرز ولا كده، انما الثانيه بيبقى فيها غرز. دي مش متواجده علشان الدولارات والدولار وسعر الدولار؟ لا هي بقى لها فتره كانت اتواجدت وبقى لها فتره مش موجوده. مش موجوده في السوق المصري. تمام. العدسات الارتيزان دي عدسه بمشبك وبنشبكها في القزحيه بتاعت العين اللي هي القزحيه الجزء الملون بتاع العين اللي هو لونه ازرق ساعات بني. دي بنسميها القزحيه. دي بتتشبك في قزحيه العين وتبقى ثابته وتبقى في مكانها كويس، بس لازم نعمل مقاييس. ما ينفعش ازرع العدسه دي مثلا والغرفه الاماميه بتاعت العين اللي هي ما بين القرنيه وبين القزحيه تبقى المسافه بتاعتها قليله، يعني لازم تكون 3 مللي. لو اقل من 3 مللي مش هينفع، تبقى قريبه، فالعدسه دي مع حركتها ما بتبقاش ثابته قوي، مع حركتها ممكن تاكل في القرنيه، يعني تقلل من عمر القرنيه. تخلي وتودي في حته بينه، في حته الطبقه الداخليه للقرنيه اللي هي طبقه الاندوثيليوم دي بتحتك بيها من قربها. دي الصلبه يا دكتور؟ بتقلل من سمكها. دي الصلبه. الصلبه والرخوه. لازم المسافه دي 3 مللي. بينها وبين الجفن ولا ايه يعني حضرتك؟ بين القرنيه وبين القزحيه. بين القرنيه الجزء الشفاف اللي قدام الجزء الملون. ده الشباك بتاع العين. وبعدين القزحيه دي اللي هي الجزء الملون اللي هو البني او الازرق بيجي عند الناس او رمادي. لازم يبقى في مسافه، المسافه دي مسافه مش اقل من 3 مللي. الدكتور بيحددها وهو بيعمل عمليه. ايوه بنقيسها بجهاز. في جهاز بتعمل اشاعه والاشاعه دي بتحدد المسافه دي. لو غلط هتنقل هو بيغلط. ممكن تؤدي بقى انها تقلل من تعمل مشاكل، ترفع ضغط العين. تعمل مشاكل في القرنيه. بس كل ده هو مستوى اداء طبيعي. بس برضه حتى دي لو حصل وتابعناها بتتشال العدسه تاني. ده سببه يعني ايه؟ بس في الاول. دي بتعمل قبل العمليه حضرتك؟ القياسات دي كلها قبل العمليه؟ قبل العمليه. طب والخطا اللي فيها ده بيبقى طبيب ولا جهاز ولا ايه بالظبط اللي بيخلي النسبه او المسافه ما بين الاثنين القزحيه وما بين الجزء الثاني؟ هي المفروض الجهاز ما بيغلطش وما فيهاش اخطاء دي. امال ايه اللي بيحصل يا فندم في الفرق في المسافه؟ ممكن ما يكونش اتعمل مثلا مقاس زي ده اللي هي الاشاعه دي ما اتعملتش. تمام. فمثلا العيان مثلا المسافه دي 2 مللي ونص مثلا. فاضطر بقى ان هو لما حط العدسه اسببت مشاكل للعيان. يعني معنى كده احنا محتاجين طبيب كفاءه. لازم طبيب مختص في انكسار العين وتصحيح الابصار. ده نتكلم عنه تاني، بس اسمح لي ناخد تليفون. معانا الاستاذه مها. اهلا بيك يا استاذه مها. الو. طيب اتصلي بينا تاني بقى لو انت متابعه. طيب دكتور، يعني لما نتكلم على عمليه بس على الجزء الثاني من العدسات. في نوع ثاني من العدسات. في نوع ثاني من العدسات دي عدسات رخوه. يعني ايه رخوه؟ يعني العدسه دي بتتحط في محقن خاص بالعدسه. والعدسه دي بتبقى ملفوفه صغيره كده وبتفرش في العين. اول ما بتخش تفرش على طول. بس دي بتتحط ما بين عدسه العين الاصليه ما بين القزحيه. دي بقى مش محتاجه بقى المسافه اللي احنا بنوفرها لها. لا ما ليها قياسات ثانيه برضه. لازم نقيس المسافه ما بين حاجه اسمها النزل ليمبس والتمبر ليمبس، يعني ما بين الجزء اخر القرنيه من ناحيه العين من جوه من ناحيه الانف يعني، ونقيس
اخر القرنيه من ناحيه الجزء الخارجي للعين. ده لازم يكون نقيسه لان العدسه نفسها لها طول، فما ينفعش احط عدسه انا اكبر من طول العين. لو حطيت عدسه اكبر من طول العين ده برضو ممكن تسبب ان يحصل حاجه اسمها ارتفاع ضغط العين. ولو ارتفع ضغط العين ممكن ياثر على عصب البصر، ممكن ياثر على القرنيه ثانيه. فدي برضو لازم لها قياسات معينه، ولازم الغرفه الخلفيه برضو تكون لها قياسات معينه ما تقلش عنها. انا خفت يا دكتور. لا ما هو هي دي قياسات عالميا معروفه. يعني بيجريها طبيب هو الوحيد. ايوه بنعمل احنا كل ده، بنعمل معاه مساعد ممكن يعني نقعد نسال كل شويه ونعمل مقاييس ثانيه لغايه ما نتاكد. لا احنا بنعمل اشاعه وبنقيس المقاييس دي وبيبان معانا هل ينفع نادي نزرع العدسه دي ولا لا. ما ينفعش نزرع العدسه دي، بنزرع العدسه الاماميه. ما ينفعش نزرع العدسه دي ولا دي، يبقى خلاص يا اما ما نعملش بقى العمليه، يا اما بنعمل عمليات ثانيه بس ده ما يحبس انها تتعمل في السن المتاخر. لا في السن القريب لازم تتعمل في السن المتاخر شويه من بعد 40 سنه، لو بنشيل عدسه العين كانها ميه بيضة ونحط عدسه ثانيه. تمام. احنا ما بنعملهاش دي في الاول ليه؟ لان في الاول ممكن العمليات اللي زي دي في السن المبكر اقل من 35 ممكن تؤدي الى انفصال شبكي، تساعد العين على يحصل انفصال. لكن لو حصل بقى في بعد كده فهو لا خلاص، لان بيبقى في حاجه اسمها الجسم الزجاجي اللي هو بعد العدسه بقى في الجسم الزجاجي ده زي سائل لزج كده يفصل ما بين العدسه وما بين الشبكيه. يعني لو اجلناها تبقى لمصلحه المريض للسن اللي بعد كده لغايه لو هنعمل العمليه دي. لكن زرع العدسات التانيين لو المواصفات والمقاييس تمام نزرع ممكن يعمل عادي. تمام. معنا تليفون، معنا الاستاذه ايمان تقريبا والاستاذه مها. استاذه ايمان. ايوه حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور بس؟ اتفضلي يا فندم. طيب حضرتك، انا العين اليمين عندي من 10 ايام كده كان بيجي غيامه حواليا، كل ما افتحها في حاجه زي طايره حواليا كده حوالين العين، فكانت مضايقاني. هي الحمد لله راحت، بس هل ممكن تاثر على العين في حاجه؟ تمام. اكشف ولا ايه بالظبط؟ حاجه تير كده بتتحرك وبتختفي وتظهر؟ بتتحرك عامله زي العنكبوت كده، زي شبكه العنكبوت. فضايقتني قوي يعني، قعدت 10 ايام بحالهم. سلام. بس انا هي بصراحه راحت، بس مش عارفه خايفه لا يكون العين فيها حاجه او مش عارفه اعمل ايه. تمام. اكشف ولا ايه؟ دكتور ليك سؤال. هي النظر كويس دلوقتي؟ هو حاليا الحمد لله، الحمد لله احسن من الاول. هل هي تاثر على العين بحاجه يعني ولا ايه؟ لا هي دلوقتي لو النظر كويس وكل حاجه وما اتكررتش تاني خلاص. ممكن يكون ده نسبه جفاف في العين ولا حاجه حصلت وخلاص، لكن لو لقيت ان الموضوع ده اتكرر مره تانيه لازم نكشف ونفحص قاع العين كويس عشان نتاكد من سلامه الشبكيه بتاعت العين. طيب خلاص، لا قدر الله لو جت تاني خلاص لازم اكشف ونشوف. ان شاء الله. ماشي يا دكتور، تسلم كتر خير. شكرا. شاكرين يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. هي طبعا عاوزه تطمئن على نفسها. حكايه بقى اللي بيحصل مره واحنا نلاقي حاجات كده وبعد كده تتظبط، هو كلها ميه العين و يعني الجفاف وعدم الجفاف. يعني الجفاف هي مشكله كبيره جدا، بس احنا برضه مش عايزين نقول كل حاجه جفاف وننسى بقى الحاجه الاساسيه اللي هي يعني انا قصدي مش كل واحد يقول لك خلاص دي الحاجه حصلت معايا وشفت كويس، يعني لان في حاجات ممكن تتعمل بدري تتلحق من حاجه اكبر يعني. يعني مثلا لو في من ضمن الحاجات الذبابه الطايره والحاجات دي، ممكن انسان يحس بالذبابه دي يبقى في قطع في الشبكيه في الشبكيه في جزء بعيد في الشبكيه، فالقطع ده قطع بس الشبكيه في مكانها، فده ممكن لما يكشف ويشوف الدكتور يعمل له جلسات ليزر، جلسه ليزر ولا حاجه يحوط القطع اللي في الشبكيه ده ويحميه ان هو يجري عمليه جراحيه كبيره، اللي هي لو قعد شويه ممكن يحصل انفصال شبكي فيجري عمليه كبيره. فاحنا مش كل حاجه هنقول برضو ان دي ذبابه، لو اتكررت بشكل مستمر لازم يكشف. احنا بنخاف الا اذا كشف وقال له تمام وخلاص خلاص يبقى هو في المضمون بقى. تمام. طب معانا ريم. اهلا وسهلا بيكي. استاذه ريم. حضرتك يا فندم مساء الخير. مساء النور. مساء النور. حضرتك منور انت ودكتور محمد. من فضلك عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول، انا سمعت ان الشخص بعد ما بيعمل عمليه الليزك بيضطر يلبس نظاره قرايه. الكلام ده صح ولا غلط؟ تمام. وعندي سؤال ثاني. اتفضلي. انا عندي بنوتي لما بنسافر عند مامتي، بنتي عندها 7 سنين
دايما بيحصل لها حساسيه بسبب وجود قطه عند ماما في البيت. تمام. فانا عايزه اسال قطره الحساسيه اللي انا بستخدمها ممكن استخدمها لمده مثلا اسبوع او اتنين عادي ولا اقلل عن كده شويه؟ يعني هل في مشكله لو انا قاعده فتره طويله عند والدتي ان انا استخدم قطره الحساسيه لمده اسبوعين مثلا؟ تمام. بس كده. تمام. شكرا يا فندم. في سؤال يا فندم؟ لا تمام، شكرا لحضرتك. الدكتوره جاوب على حضرتك. احنا السؤال الاول كان ايه؟ الاول كان عن اللي هتعمل عمليه ليزك، هل هتبقى ضروري ان هي تبقى عندها نظاره؟ لا، هو اللي بياخد نظاره قرايه دي اللي هو بعد سن ال 40. بعد سن ال 40. يعني مثلا في انسان مثلا عمل ليزك مع سن 40 او 41 هيستخدم نظاره قرايه، ده الطبيعي بالنسبه للانسان، اي انسان طبيعي نظره طبيعي بيستخدم نظارة قراية بعد ال 40. تمام. وده لأن بيحصل ضعف في العضلة بتاعة العين. فبيضطر يعوض عنها بنظارة قراية. في طرق حديثة دلوقتي بتتعمل الليزك مع يعني بتتصلح النظر بالنسبة للقريب والبعيد. يعني للقراية والمسافات. يعني بس بصراحة يعني الناس اللي بتعملها ما بتستريحش عليها قوي. اللي هي الليزك؟ أنا بحبذ يعني إن اللي يعمل ليزك يعمل المسافات. ولو احتاج نظارة قراية هيلبس نظارة القراية وقت القراية بس. ودي مش هيستخدمها الا بعد ال 40. طب ويحبس بقى من عمر كام يعمل الليزك يا دكتور؟ يعني في البعض مثلا عدى ال 40 دخل على ال 50 وعاوز يعمل الليزك، هل ده ممكن يعملها ولا؟ هو يعمل بس يكشف ان يكون ان شاء الله ما عندهوش ميه بيضاء ولا كده. لان هي دلوقتي العمليات الميه البيضاء اللي بتتعمل اليومين دول في الايرا اللي احنا فيها دي بتتعمل الميه البيضاء وتتزرع عدسات، وفي انواع كتيره بالنسبه للميه البيضاء للعدسات الميه البيضاء بتتعمل وحديثه بتغنيه حتى عن لبس نظاره القرايه. فهو لو عنده ميه بيضاء مش ما يعملش ليزك. ودي اسهلها يا دكتور في اي حاجه وامنها، عمليات اللي هي له العدسات. امن بصراحه الليزك امن حاجه في طرق تصحيح الابصار هو الليزك مش زراعه العدسات. لا، امن حاجه الليزك. ان نفع الليزك النفع اذا ما نفعش نلجا ليه للزرع العدسات، انما لازم اللي هم من بعد سن ال 40 لازم يكشف عند الدكتور كويس ويشوف اذا كان عنده ميه بيضاء ولا لو عنده ميه بيضاء خلاص هو هيشيل الميه البيضاء. لان في بعض برضه المرضى يقول لك لا انا عايز اعمل ليزك. طب انت عندك ميه بيضاء؟ لا انا عايز اعمل ليزك. طيب انت هتعمل ليزك بعد سنه ولا سنتين الميه البيضاء دي هتزيد شويه، هضطر انا اعمل لك عمليه ثانيه ميه بيضاء وانت عامل ليزك، فانا كده غرمتك. يبقى احسن له ان يعمل ميه بيضاء على طول. ايوه، لو عنده ميه بيضاء يعمل الميه، يعمل الميه بيضاء. في دلوقتي ده يغير العدسات، في عدسات كتير دلوقتي، يعني في عدسات بتصلح الاستجماتيز وفي عدسات بتصلح طول وقصر النظر، في يعني في انواع مختلفه من العدسات دلوقتي موجوده ونسبه امانها عاليه جدا. ونسبه الامان عاليه. طيب هي بتقول حكايه ماما بتروح لماما والقطه وكده، وهل بتستخدم بقى القطره الحساسيه؟ هو في نوع من انواع القطط بتبقى الفرو بتاعها ناعم قوي وبيطلع بسرعه، فده ممكن لو لمس العين ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول كونتاكت الكونتاكت الحساسيه بتاعت اللي هي عن طريق الحاجات الملاصقه. فديت طبعا الاحسن انها تبتعد، طالما بيحصل الحساسيه دي على طول الاحسن انها تبتعد عن او تلبس نظاره وهي عند ماما. مش هتمنع برضه، مش هتمنع. لازم اللي هيخش هو الشعر جوه العين، الشعر بتاع القطه هيدخل من جوه العين ورا النضاره برضه. ده جوه العين. حتى لو مضطره هو ده ممكن يجرح القرنيه لا قدر الله. لا 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 كده. هو بيعمل حساسيه زي الصور اللي احنا شفناها دي وبتاخد لها العلاج بتاعتها القطرات بتاعتها وخلاص. لو هي مضطره بقى ممكن عشان ما تاخدش قطرات الحساسيه كتير ممكن تاخد قطره ملطفه. طالما كل ما تروح الحساسيه دي الناس مش كل الناس عندها حساسيه من شعر القطط. بص هو لو دخل جوه العين معرض الشخص ان هو يصاب بالحساسيه دي. نبطل حكايه تربيه القطط، نخليها في الشارع يا جماعه احسن. لو مضطر ممكن تستخدم قطرات ملطفه. تمام. طب دكتور يعني حكايه بقى قطع في الشبكيه مش عارف ايه، معلش احنا بناكل كويس والناس عندها سكر مثلا، ما حدش مثلا ما وقعش على راسه مثلا، ما اتخبطش، ما كانش عنده ضغط، يعني ايه حكايه احتمال ان يحصل فيه قطع في الشبكيه؟ هل ده شيء وارد في اي لحظه ممكن يحصل؟ ولا ما اسبابه؟ هي في شبكيه، في اشخاص معينه بتبقى الشبكيه بتاعتهم ضعيف. نعرف منين بقى ان الاشخاص دي ده بيبان من المعاينه ده من الكشف.
يعني هو ممكن احترازي كده يروح يقول لحضرتك والله انا عاوز اكشف كده عشان اعرف الشبكيه بتاعتي كويسه ولا لا؟ بص لو حد في العيله مثلا حصل له كده ممكن يكشف بحيث او الناس اللي عندهم طول نظر الناس اللي عندهم قصر نظر. قصر النظر دي يعني قصر النظر يعني المفروض الاشعه بتاعت الضوء بتسقط على الشبكيه. ده الانسان الطبيعي تمام اللي هو الاميتروب. انما قصر النظر بتسقط الاشعه قدام الشبكيه بتسقط على الجسم الزجاجي. عشان كده احنا بنستعوضها بنضاره مقعره ترجع الايه تفرش اشعه الضوء وتسقطها على الشبكيه. طول النظر الاشعه الصوره بتسقط ورا الشبكيه. تمام. فقصر النظر ده بتبقى العين كبيره فبتسقط اشعه الضوء تسقط على الايه الجسم الزجاجي ما بتلحقش توصل للشبكيه. تمام. فدي بتبقى العين كبيره. معنى العين كبيره كانك جايب بالونه وعبيتها بالهواء شويه وبالونه تاني قعدت تنفخ فيها تنفخ فيها فرقعت. دي زيها بقت الانسجه بتاعت الشبكيه ضعيفه خصوصا في الاطراف فدي معرضه انها يحصل فيها ثقوب. بتبقى ثقوب بسيطه. لما تحصل الثقوب دي لو اتكشفت بدري طبعا الدكتور بيعمل لها ليزر بيلحمها بالليزر. دي جلسات الليزر ده جهاز بتقعد عليه من بره مفيش فتح العين ولا اي حاجه زي جهاز الكشف. اجراء بسيط ما بيحصلوش اي حاجه ملوش اخطاء ولا حاجه. لا لو بيجي عند حاجة. عند الثقب ده بيجي بيحوطه بالليزر بس عشان ما يفرش او عشان ما ينتشر عشان ما الجسم الزجاجي ده ما يحصلهوش حاجه اسمها زي العربيه كده تفصله يعني الكسر نفسه عشان ما يسحبش في الكسر. ايوه هي دي بس اي زيها بالظبط لكن ملوش ماده لحام. لا 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 هو ليزر اشعه ليزر بس بس لو فصل لو سبناه الجسم الزجاجي ده بيحصل له اساله بيسيل بدل ما هو لازق كده بيبقى عامل زي الميه فبيدخل جزء منه تحت الشبكيه بيفصل الشبكيه من مكانه. يا ساتر. طيب دكتور يعني انا عاوزين نقول في الاول في الاخر احنا محتاجين بس حته صغيره قوي هي احنا محتاجين كشف دوري على عينينا ومع اولادنا كل 6 اشهر كل سنه على الاقل يعني على الاكتر ولا ايه عشان حكايه الشبكيه؟ الاطفال اللي هم اقل من 5 سنين يعني يكشفوا لو هم مثلا بيلبس نظاره ونظره ضعيف كل 6 شهور. الكبار ممكن كل سنه. كل سنه ده امن حاجه الا اذا كان عنده سكر ويبقى كشف قاع عين وشبكيه. ده مختلف عن ده. ايوه بشكرك معالي الدكتور محمد المعصراوي استشاري الطب وجراحه العيون. احنا خوفنا النهارده لكن هنطمن الساده المشاهدين ويا رب يكتب كل خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يخليك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين. الخوف يعني علامه جميله قوي ان احنا لما بنخاف فاحنا بنبقى عندنا احتراز بنبقى عندنا خوف بيخلينا نسال فنسال كويس قوي حصل حاجه ندور عليها مع اولادنا زي ما بنقول نعمل كشف عليهم دوري وده مهم جدا. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم. الى اللقاء.